طيب الخبر ده والتقرير ده كمان مش تحديدا مش خبر يعني، هو من حساب يلا كوره على فيسبوك، وبيقول بين الاولى والتاسعه تغير الكثير في الاهلي، وبقى محمود الخطيب بعد 38 عام فاز الاهلي باللقب التاسعه وهو رئيس للنادي الاهلي، وخصوصا ان مع بدايه اول بطوله او اول لقب في بطولات دوري ابطال افريقيا في تاريخ النادي الاهلي في 82 كان الكابتن محمود الخطيب لاعب في النادي الاهلي وساهم بشكل كبير جدا في هذه البطوله، وتوالت البطولات، البطوله اللي بعديها كان ايضا لاعب، البطولات الاخرى كان عضو مجلس اداره، كان امين صندوق، كنائب رئيس لمجلس اداره النادي الاهلي، وايضا اخيرا رئيس النادي الاهلي بالبطوله الاخيره. خلينا نروح نشوف الفيديو ده ونرجع مره ثانيه. طبعا تاريخ كبير للكابتن محمود الخطيب مع النادي الاهلي، ويعني الموضوع واضح بالنسبه للجميع.